السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلاب في الصف الخامس، نحن وحضراتكم اليوم على الدرس الثاني من طريق التعليم عن بعد، المناخ وتوزع السكان. في الدرس الماضي تحدثنا عن التضاريس، وقلنا نقصد بالتضاريس السهول والجبال والهضاب، وقلنا بأن الإنسان يعشق أن يسكن في الأماكن السهلية نتيجة سهولة المواصلات وسهولة استغلالها للزراعة، وقلنا أيضا بأن الإنسان يهرب من السكن في الجبال والمناطق العالية بسبب قوة منحدرتها وعدم استغلالها في الزراعة. اليوم سوف نأخذ العامل الثاني من عوامل توزع السكان وهو المناخ. إذا درسنا لليوم المناخ وتوزع السكان، ماذا نقصد بكلمة المناخ؟ إذا ماذا نقصد بكلمة المناخ؟ نقصد بالمناخ أي الحرارة، أولا نقصد بالمناخ أي الحرارة، ثم ثانيا البرودة، ثالثا الاعتدال. إذا ثلاثة أمور مختصة بالحرارة عندي، مختصة بالمناخ، الحرارة والبرودة والاعتدال. نبدأ نستخلص المناطق الحرارية في العالم كلياتنا، أخذنا سابقا المناطق الحرارية الموجودة في العالم مثل ما عم نشوف عندي هذه المناطق الحرارية عندي الكرة الأرضية مقسمة إلى مناطق حرارية. عم نشوف فوق عندي منطقة باردة ومنطقة معتدلة، عندي منطقة باردة ومنطقة معتدلة، عندي المنطقة الحارة. إذن عندي المنطقة الحارة والمنطقة المعتدلة الباردة. إذن حسب التقسيمات الموجودة عندي، إذا حسب التقسيمات الموجودة عندي أنا عم بلاحظ أنه في عندي منطقة باردة، عندي منطقة معتدلة، منطقة حارة، منطقة حارة، منطقة معتدلة، منطقة باردة. ننتقل عن مناخات تكسر السكان. من خلال الصورة نشاهد إذا نستخلص هو كثافة سكانية كبيرة جدا، عندي عدد سكاني كتير كبير جدا. هاي المنطقة هي المنطقة المعتدلة، إذا مناخ هذه المنطقة هو مناخ منطقة معتدلة. فعم شوف بالصورة عندي استخلص أنه في عندي عدد سكان ضخم جدا، عندي عدد سكان كبير جدا بالنسبة للصورة الأولى. ننتقل إلى الصورة الثانية، ايضا بنشوف حسب هاي الصوره الموجوده عندي ايضا في عندي عدد ابنيه ضخم جدا، اي ان هناك عدد سكان كبير، وهي الصوره ايضا تنتمي الى البيئه المعتدله. ايضا بنشوف الصوره الثالثه نتيجه الطريق موجود في احد شوارع الصين في المنطقه المعتدله، عندي كثافه سكانيه كبيره، عندي عدد سكان كبير. هذا بيدفعني لاستخلص مجموعه امور راح نشوف. اذا عم بيقولوا لنا اكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المناطق المعتدله بسبب سهوله العيش. إذا استخلصت أنا من خلال هذه الصور اللي عرضتها عليكم أنه في عندي عدد سكان كبير جدا، عندي عدد سكان كثير، عندي ضخامة سكان، فاستنتجت أنه أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المناطق المعتدلة بسبب سهولة العيش واعتدال المناخ. نأتي إلى الصورة الثانية، عم نشوف منطقة جليدية، منطقة باردة، منطقة متجمدة، منطقة واسعة جدا، يظهر عندي بالصورة قلة بل نادرة عدد السكان. إذا لا يوجد عندي بالصورة فقط إلا شخصين اثنين عندي بهذه الصورة، هذا يدل على قلة السكان في هذه المنطقة. ايضا في عندي صورة هون موجودة، اذا عم نشوف عندي سهول، عندي بحار، هاي تعتبر من المنطقة الحارة، تعتبر من المنطقة الحارة. بهذه المنطقة عم نشاهد لا يوجد اي سكان، انما عدد السكان قليل ونادر جدا في هذه المنطقة. اذا صار في عندي صورتين واستخلاصين، اول صورة هي الصورة الجليدية الباردة القطبية المتجمدة ما فيها سكان ابدا، عندي الصورة الثانية هي المنطقة الحارة اللي ترتفع فيها درجة الحرارة لاكثر من 50 و60 درجة حرارية، فبيكون عندي قلة في عدد السكان وفي كثافة السكان. عم نروح على المعلومات العامة اللي ذكرناها بهذا الدرس. يهرب السكان من العيش في المناطق الباردة والحارة، أي أن الإنسان لا يحب أبدا يعيش في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وأيضا لا يحب أن يعيش في المناطق الحارة على خط الاستواء، المناطق اللي بتكون فيها درجة الحرارة مرتفعة جدا. عندي بعض المعلومات الهامة. عم بقولنا يعيش معظم العالم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، كلياتنا نعلم بأنه الكرة الأرضية تقسم إلى قسمين، وفي عندي خط اسمه خط الاستواء، هذا الخط الاستواء يقسم الكرة الأرضية لقسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي، وكلياتنا بنعرف طلابنا أعزائي أنه نحن في الوطن العربي نعيش في القسم الشمالي. بقولنا معظم العالم، يعني كلمة معظم يعني 80% وفوق يعيشون في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إذا 80% فقط يعيشون في الكرة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، و20% فقط في الجزء الجنوبي في الجزء الجنوبي. المعلومة الثانية، إذا
لا يسكن في المناطق القطبية أكثر من 1 مليون من سكان العالم، وهذه نسبة متدنية جدا، أي أنه 1% فقط من سكان العالم يسكنون في المناطق القطبية. ونقصد بالمناطق القطبية منطقة القطب الشمالي، منطقة القطب الجنوبي، المتجمد الشمالي، المتجمد الجنوبي، الأليسكا، جنوب شمال، إذن شمال روسيا، هذه المناطق المتجمدة ما حدا بيسكنها أبدا. فقط عندي الرجال البعثات العلمية العلماء اللي بيروحوا يدرسوا المناخ ويدرسوا الجو وحالة الطقس، بيروحوا بيستقروا هنيكي. عندي شعوب نادرة جدا، وهو حدثنا عنه، هو الشعب الأسكيمو، يلي هذا الشعب يلي عم بيسكن بتلك المنطقة، والذي يعتمد بحياته على صيد الفقمة والأسماك والحيتان وتخزينها من فصل الصيف فصل الشتاء. وقلنا فصل الصيف لا يتجاوز عندهم، إذا فصل الصيف لا يتجاوز الشهر، لا يتجاوز 30 يوما. إذا من خلال درسنا اليوم استخلصنا معلومات مهمة. من هذه المعلومات أنه الإنسان يحب دائما أن يسكن في المناطق المعتدلة حيث الجو الجميل، الجو الحلو، ويهرب الإنسان من يسكن بالمناطق الباردة والمناطق الحارة جدا. لذلك منقول بأن المناطق القطبية ومناطق الجليد والمتجمد لا يوجد فيها سكان أبدا. المناطق الصحراوية الموجودة مثلا الصحراء الأفريقية الكبرى، عند الصحراء الربع الخالي، صحراء سيناء، هي خالية من السكان. ما سبب خلو هذه الصحراء من السكان؟ نقول بسبب إذن ارتفاع درجات الحرارة، والإنسان لا يحب أبدا أن يعيش في المناطق الحارة. إذن من خلال درس أول عن التضاريس ودرس ثاني عن المناخ استخلصنا معلومات مهمة بأن الإنسان يحب أن يسكن في المناطق السهلية ويبتعد عن المناطق الجبلية، وأن الإنسان يحب أن يسكن بالمناطق المعتدلة ويبتعد عن المناطق الحارة والباردة. وهكذا أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن المناخ وتوزع السكان.